أولا حابب أتوقف النهاردة مع حضراتكم على مجموعة من الحاجات المهمة اللي في أولوياتها النهاردة ما يتعلق بمواجهة التحرش والتنمر، ودول مشكلتين اجتماعيتين وأمنيتين غاية في الخطورة خصوصا في الفترة اللي فاتت، سواء كان بأشكاله التقليدية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب وافقت مبدئيا، تاني وافقت مبدئيا من حيث المبدأ على مشروع قانون الحكومة مقدماه عشان تعدل بعض أحكام قانون العقوبات. يعني احنا هنا بنتكلم على مادة 306 مقرر ألف وب وجيم، الثلاث مواد دول احنا بنتكلم ألف وب، يعني تقريبا يعني ألف وب وب مقرر من هذا القانون فيما يتعلق بقانون العقوبات، ما يتعلق بمواجهة التحرش ومواجهة التنمر الاثنين. الحقيقة في تعديلات مهمة جدا تتعلق بالحبس، تتعلق بالغرامة المالية، تتعلق ب إذا كان مرتكب جريمة التحرش مثلا في وسيلة نقل عام أو وسيلة نقل خاص أو كان بيحمل سلاح أو 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 ممكن يكون شخصين أو أكتر، مدة العقوبة بنتكلم مثلا من سنتين مثلا يعني لا تتجاوز 4 سنين، بنتكلم الغرامة المالية من 100,000 ل 200,000. وفي حالات بقى في التعديل الحقيقة مهمة جدا، الحالات المشددة لو كان هذا التحرش أو هذا التنمر كان من قريب أو حد ليه ولاية تعليمية، مدرس مثلا أو أستاذ أو بنتكلم حد مربي أو اللي هو اللي بيتولى تربيته أو كان خادم بالأجر، يبقى هنا بنتكلم على أمور أو عقوبات مشددة. الحقيقة هترك هذه التفاصيل المهمة لسيادة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. سيادة المستشار إبراهيم مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخيرات. برحب بحضرتك، والحقيقة النهاردة احنا عرض علينا تعديل مشروع قانون تعديل أحكام قانون العقوبات في المواد اللي سعادتك ذكرتها. الحكومة كان ورد لها بعض البلاغات عن طريق المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس القومي للأمومة والطفولة، كان تبلغ ليهم من بعض الأشخاص بأنه في حالات تحرش زيادة شوية زادت العملية، وإنها اتخذت أشكال جديدة، تحرشات في العمل وتحرشات في وسائل المواصلات، مظبوط، وانها في ايضا بتتم عن طريق وسائل الاتصالات الحديثه ومواقع التواصل، ما كانتش موجوده قبل كده في القانون زمان يعني، موجود طبعا ما كانتش موجوده. فالحكومه الحقيقه استجابت لهذه الطلبات كويس، وعدلت فعلا مشروع القانون وقدم لينا ووجدنا انه مناسب جدا. هذا المشروع بيغطي يعني جزء كبير ما كانش موجود قبل كده، صح. ولكن احنا الحقيقه بعد ما وافقنا عليه من الناحيه مبدئيا انما ارجعنا لمزيد من البحث والدراسه وضبط الصياغه بتاعته. هل كان في طلبات اخرى او اعتراضات مثلا يا فندم او ملاحظات؟ لا ما فيش اعتراضات، لا ما فيش اعتراضات، ولكن كان الموضوع كله مقارنه بين مثلا التحرش وبين قضايا قد تكون اشد شويه زي هتك العرض او خلافه، فعايزين يعني يبقى في انضباط العقوبات في هذا الشأن. فاحنا ارجعنا لمزيد من البحث عشان نبقى نعمل نوع من التوافق بين هذا التعديل وباقي مواد قانون العقوبات.